المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة سنار مراسل الغد طارق بابكر. طارق، مرحبا بك. يعني تم إصدار البيان الختامي في ظل مقاطعة الحكومة السودانية لهذا الاجتماع، اجتماع الإيجاد، وذلك من أجل تغيير رئاسة كينيا للجنة الرباعية. ما التفاصيل لديك؟ نعم، السودان وحكومة السودان وأيضا كان قد رحب بكل المبادرات إذا كانت محلية إقليمية أو دولية الساعية إلى حل هذه الأزمة من خلال البيت الأفريقي، ولكن هذا البيان لحكومة السودان الذي أصدرته وزارة الخارجية السودانية في أن محادثات اللجنة الرباعية في أديس أبابا قررت حكومة السودان ابتعاث وفد للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية، ووصل الوفد فعلا وفقا للبيان إلى أديس أبابا، لكن اتضح للوفد عدم تغيير رئاسة اللجنة الرباعية والتي يرأسها رئيس جمهورية كينيا. يقول البيان إن هذه الرئاسة، رئاسة كينيا أو رئيس كينيا، يعني ليس لديه حياد في هذه الأزمة. وفقا للبيان ما يزال وفد حكومة السودان موجود في أديس أبابا في انتظار الاستجابة لطلبه المتمثل في تغيير رئاسة اللجنة. البيان مع قناعة حكومة السودان وموقفها المبدئي وفقا للبيان أن الحرب يعني لا يجب أن تكون سبيلا لتحقيق الأهداف، واستجابة لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قررت حكومة السودان ابتعاث وفد للمشاركة في اجتماعات اللجنة الرباعية المنبثقة من منظمة الإيجاد المجمع عقدها اليوم الاثنين العاشر من شهر يوليو بأديس أبابا. وصل الوفد مما يؤكد. مشاهدين الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أضواء على القرن الأفريقي، نقدمها لكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين. ضيفنا اليوم سيكون الأستاذ الغالي شقيفات من الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بك أستاذ الغالي. مرحبا بك وتحية لك ولمشاهديك الكرام. أستاذ الغالي، نحن استضفنا ضيوف يعني من السودان ومن دول منطقة القرن الأفريقي، وناقشنا أو لنقل أشبعنا الموضوع نقاشا في الأسابيع القليلة المادية، وأخيرا أيضا بعد اندلاع الحرب بين الأشقاء في السودان. فهنالك طبعا، كما أنت طبعا كاتب وإعلامي ومحلل سياسي، هناك في تناقضات في التصريحات أستاذ الغالي. الآن نبدأ اليوم آخر التطورات، كما قرأنا طبعا اجتماع اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية إيقاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومقاطعة الجيش السوداني لهذا الاجتماع. هذا عفوا، هذا طبعا من ناحية ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة أن الجيش قاطع، إنما اكتشفنا أيضا في الصحافة السودانية ما يناقض هذا الكلام. هناك تناقض في الطرح. الوفد السوداني الموجود، هذا حسب ما قرأناه في الصحافة، الوفد السوداني الموجود في أديس أبابا لا يمثل الجيش إنما يمثل الحكومة السودانية. فأنت طبعا كمحلل سياسي وكمتابع، كمواطن سوداني بالدرجة الأولى، كيف ترى أو تقرأ هذه التناقضات في التصريحات بين الجيش وبين ما يسمى بالحكومة السودانية؟ تفضل. ما حدث في أديس أبابا هو أمر جيد، وهي الإيجاد لها دور كبير في ترسيخ السلم والتعايش في أفريقيا عامة، والوفد الحكومي له تناقضات كبيرة، وهو يعود ذلك إلى تعدد القرارات داخل الحكومة، والمفاوضات هي عادة بين الجيش والدعم السريع وليس بين الحكومة، لأن الحكومة منشقة على قسمين: الحكومة السابقة قبل الانقلاب 15 أبريل الذي قاده الأخوان المسلمين باستخدام القوات المسلحة أو الجيش السوداني الذي أصبح قراره مختطف الآن، فلذلك لا نستغرب تعدد القرارات داخل المنظومة الأمنية والحركة الإسلامية أو ما يعرف محليا بالفنون. فهذا الأمر وارد جدا وغير مستبعد، والذين يتحركون الآن دبلوماسيا هم كوادر الحركة الإسلامية الذين اختطفوا وزارة الخارجية
ويبنون أجندتهم على الجيش وعلى قادة القوات المسلحة، وهم الذين يصدرون القرارات الآن. نعم أستاذ الغالي، طبعا دعنا أضع عليك السؤال بشكل آخر. الحديث حول الحكومة، طبعا هناك في أسئلة كثيرة، يعني نقرأ الآن الصحافة في الغرب وتحديدا القنوات العربية تتحدث عن الحكومة وعن الشرعية. هنا طبعا أنا لا أريد أن أقول الحكومة اختطفت، عن أي حكومة يتحدثون هؤلاء؟ لأن طبعا هل يتحدثون عن حكومة حمدوك الذي طبعا عفى عليها الزمن الآن، عن أي حكومة وعن أي شرعية؟ لأن هنالك حرب دائرة بين أشقاء، بين الجيش ومكون القوات الدعم السريع، هو جزء من الجيش طبعا، والأسباب بقرار يعني برلماني تم يعني تأسيس قوات الدعم السريع. لكن السؤال هنا، وكثير من الصحفيين أيضا هنا في دول الغرب وتحديدا في ألمانيا، عن أي حكومة يتحدثون هؤلاء؟ والآن هناك خلط، الحكومة الآن ليس الآن لا توجد حكومة بالمعنى المعروف. الآن مجلس الوزراء معظم وزرائه خارج البلاد منذ اندلاع القتال بين الدعم السريع والبرهان، وكذلك وردت أنباء أمس عن إعفاء عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر و الدكتور الهادي إدريس، وقبلهم أيضا ورد إعفاء النائب محمد حمدان دولو قائد قوات الدعم السريع، وكذلك مالك عقار يوجد خارج البلاد، وهو تم تعيينه نائبا للرئيس مؤخرا من قبل البرهان، وهو لم يؤدي القسم حتى الآن، وهو موجود خارج البلاد منذ تعيينه، وبالتالي لا يوجد مجلس سيادي الآن لأنه لا يجتمع، فبالتالي قراراته غير مبررة على الذمة وغير دستورية وغير قانونية. نعم. بالتالي لا 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 يمكن أن نقول هنالك حكومة الآن. ليس هناك اجتماع لمجلس الوزراء، ليس هناك قرارات. حكومة لها 3 أشهر ما عاجزة عن صرف مرتبات العاملين بالدولة، عاجزة عن تلبية احتياجات الناس، عاجزة عن توفير الأمن والخدمات للمواطنين، عاجزة عن حمايتهم، فبالتالي لا توجد حكومة أصلا. جيد. نحن طبعا منذ في السنوات الأربع الأخيرة واكبنا تطورات في السودان، واستضفنا عدة يعني صحفيين وسودانيين طبعا يعني من داخل الخرطوم. إنما طبعا الشيء الغائب الآن عن الرأي العام، أنا ذكرت لك في المدخل هنالك تناقضات في التصريحات. نحن طبعا بعد المشاهدين من أخواننا السودانيين يعني انتقدوا قناة القرن الأفريقي لأننا نأتي بما هو متوفر طبعا، يعني كنا نرصد الأحداث ونسجل، فمن ضمن ما نشرنا في إحدى حلقاتنا في استضفنا فيها أحد السودانيين، نشرنا تصريحات الفريق البشير رئيس مجلس السيادة قبل الحدث بأسبوعين، يسمن فيه دور قوات الدعم السريع ويمتدح فيه طبعا، يعني لولا وجود قوات الدعم السريع لما وجد السودان هذا الاستقرار الذي نلعن به. بعدها بأسبوعين صنف هؤلاء الناس بأنهم خوارج ومتمردين. تعال الآن السؤال الآتي، طبعا نحن البرهان أيضا صرح قبل شهرين الآن بعد وقوع الأحداث للأسوشيت بريس وكالة قائلا يعني يقول بمجرد القضاء على حميدتي سيتم استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في السودان. إذن من ناحية طبعا هناك تناقض الآن، يقول نحن لا نريد أن نتفاوض مع الأحزاب ولا يريد أن يتفاوضوا مع الدعم السريع، فما أي مخرج؟ يعني كيف يفكرون هؤلاء الذين يصرحون هذه التصريحات أستاذ القاني؟ البرهان هو ليس له قرار، وما صرح به سابقا فعلا هي الحقيقة والماثل على الأرض الواقع. قوات الدعم السريع هي القوات المشاهة الحقيقية للجيش السوداني، وهي التي كانت تقاتل وتحمي السودان وحدوده طوال الفترة الانتقالية 4 سنوات، وقبلها في عهد الرئيس البشير وفي عهد الثورة أيضا، فبالتالي ما ذكره سابقا هو حقيقة. والبرهان طبعا الآن مقيد هو بقرارات الحركة الإسلامية، لا يستطيع الخروج عما تمليه عليه قيادات الحركة الإسلامية. نعم. مجموعة علي كرتي وغيرهم،
فهو ما ذكره سابقا هو يؤمن به، هو ذاته جزء من الناس اللي كانوا أسسوا هذه القوات وكان معهم في الميدان ويعرف كفاءتهم ويعرف ما مدى قوة قتالهم، وهو يعلم تماما أنه ليس له المقدرة لهزيمتهم، فبالتالي ما يقوله هو زر للرماد على العيون كما يقولون، ولا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار من غير أن تكون قوات الدعم السريع جزء منه، فهي قوة أساسية وقوة مقاتلة وقوة لها علاقاتها الدولية والإقليمية، ولا يمكن تجاوزها في أي حل في المعادلة السودانية مهما كان. طبعا أنا هناك في بعض الزملاء الإعلاميين، طبعا هناك مصطلحات الآن يطلقونها أنا لا أتفاعل معها، إنما طبعا يقول البعض هنالك فوبيا من آل دقلو من الدعم السريع. ثانيا الحكومة الآن تشترط، وهي ليست في الموقع اللي يؤهلها عشان تشترط، اشترط على الأمم المتحدة إغالة فولكر، الآن يشترطون أيضا في اجتماع الإيجاد يقول نحن لا نتعامل مع رئيس كينيا اللي هو يرأس الرباعية الآن. فأنت كسودان الآن ألا تعتقد أن ذلك يعني سيأتي سيصعد وسيجعل السودان في يعني في السودان طبعا من وراء هذه التصريحات من وراء هذه المواقف في المستقبل ستواجه صعوبات أكبر مما يتوقع المواطن السوداني، كيف تنظر إلى هذا؟ طبعا القوة التي تساند البرهان الآن فشلت دبلوماسيا وفشلت سياسيا وفشلت في تسويق رؤيتها وأجندتها خارجيا، وهي كالعادة مؤدلجة على الأداء وخاصة المجتمع الدولي، ولها اعتقادات أن هؤلاء خارجين وأن هؤلاء ضد الدين وضد الإسلام والأيديولوجيا الحركة الإسلامية التي تسيطر عليهم، فبالتالي معاداة فولكر داخل السودان أول من قادهم قادة الحركة الإسلامية الذين طالبوا بخروج فولكر وخرجوا مظاهرة وتجمعوا، وهم أشخاص معروفين بالأسماء ومعروفين بالانتماء السياسي والأيديولوجي بالنسبة للشعب السوداني. الشعب السوداني ليس له أعداء مع المجتمع الدولي، رئيس كينيا هو الآن رئيس الآلية، فبالتالي احترامه واجب، وما يقوم به هو عمل لصالح السلام ولصالح الاستقرار ولصالح التعايش ولصالح الحل السلمي ووقف الحرب، فبالتالي نحن كشعب سوداني ليس لنا عداء مع دول الجوار ومع المجتمع الدولي. الذين يقومون بمعادات دول الجوار والمجتمع الدولي هم المجموعة التي تساند البرهان الآن الحركة الإسلامية. أما ما يتحدثون عن أن آل الدقلو والسيطرة وكذا فهذا حديث جافي الواقع. قوات الدعم السريع الآن أكثر من 200 ألف مقاتل، لا يمكن أن يكونوا من قبيلة واحدة أو من اتجاه واحد أو من أسرة واحدة، وبالتالي القيادات الصف الأول في الدعم السريع الذين يقودون المعارك والذين يدورون العام من مختلف ولايات السودان، وهم قيادات في الجيش السوداني تخرجوا من الكلية الحربية على رأسهم اللواء عثمان عمليات واللواء عصام صالح فضيل واللواء البشر واللواء عمر حمدان واللواء حسن محجوب، كل هؤلاء تخرجوا من الكلية الحربية والبرهان يعرفهم جيدا، وهم ناس قيادات في الصف الأول، وحتى الذين كانوا على رأس الإدارات كانوا من القوات المسلحة، رئيس دائرة التدريب، رئيس دائرة القانون، كل الدوائر المهمة في الدعم السريع كانوا يتولاها قيادات في الدعم السريع، وكانوا بعضهم كانوا في جهاز الأمن أيضا يتولى بعض المهام، فبالتالي الحديث أنه أسرة سيطرت على 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 الدعم السريع هذا حديث جافي الواقع، ونحن شهود على الواقع وموجودين كنا في الخرطوم، وأنا كنت موجود وزرت مكاتب الدعم السريع عدة مرات وشاهدت كل الناس ديل والتقيت مع عدد كبير منهم. نعم، بعد الزملاء العرب مع احترامنا لما يقدمونه طبعا من تحليل وتغطيات حول الحدث في السودان، إنما تنقصهم بعض المعلومات، وأنت طبعا لك حضور في العمل الإعلامي، إشكالية طبعا الناس بعد الناس يتحدثون الآن عن قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو،
إنما يعني معلوماته عن هذا الشخص وعن تاريخه بسيطة جدا أو شبه يعني منعدمة. فعندما قرأنا السيرة الذاتية للفريق أول محمد حمدان وجدنا أن الرجل ده ولد في عام 1975 ومشاكل السودان تعود إلى 1956. هذه التراكمات والتهميش والهذا الرجل هذا عندما الإنقاذ 1989 كان عمره 14 سنة، كان يعني شاب بسيط. الآن من لماذا في كل ما نسمع وكل ما نقرأ يريد تحميل كل ما حصل من تدمير ومن حروب آلية سواء في في دارفور أو جنوب السودان يحمل هذه القوة مع أنه أن هذه القوة تأسست عمرها 10 سنوات الآن؟ هل هنالك نقص في المعلومات أم هناك نكاية أو هناك طبعا في عناصر تحاول أن تجعل من الفريق أول محمد حمدان رأوه هو يعني هو المتسبب في كل مشاكل السودان وفي الانقسامات وفي الحروب الأهلية؟ ماذا كيف أنتم تقرؤون كسودانيين يعني الترويج الذي يحصل الآن والتضخيم من هذا الرجل الذي يعني ولد في عام 75؟ بالنسبة للمعلومات المضللة التي تبثها الغرف المغلقة لكوادر الحركة الإسلامية أو ما يسمى بالإعلام الحربي المساند لمجموعة البرهان الآن، فهي تستخدم بعض العناصر من إقليم دارفور الذين ليست لهم معلومات كافية. فالإبادة حصلت في دارفور عام 2004 و2003، فأنذاك لم يتم تأسيس الدعم السريع ولم يكن أي دور لمحمد حمدان دقله في ذاك الزمن. فقضية التهميش قضية معروفة وسوقت بمسوقات مختلفة. فنعم هناك تهميش لعدد من أقاليم السودان، والآن كل السودان ده يعيش يعني التهميش ممنهج وما في أي خدمات وتكاد تكون معدومة وتكاد تكون متساوية في كل بقاع السودان. الآن هناك في الفترة الماضية هناك فعلا في مشاركة سياسية من كل أقاليم السودان، مشاركة في السلطة لكن من غير صلاحيات. الأجهزة الأمنية هي المسيطرة وهي التي لها رؤية وهي التي تمرر الأجندة التي تريدها باستخدام الاستخبارات العسكرية في خاصة في ولايات دارفور. فهي متهمة بالصراعات ومتهمة بإدارة الأزمات وصناعتها أيضا. فبالتالي الحديث عن مشاركة محمد حمدان في الإبادة وفي التهجير وكذا كلام غير دقيق ولا يستند للواقع. نعم. الآن دكتور رشح طبعا بعد اجتماع الإيجاد في أديس أبابا يعني رفض للمشاركة، هذا شيء متفاهم لأنه قالوا هنالك طبعا السفير جمال بشير مندوب السودان في الاتحاد الأفريقي هو الذي يرأس والجيش ما له علاقة طبعا يعني أدوية السودان مجمدة في الاتحاد الأفريقي كما تعرف. الآن شيطنت كل من يعني يدلي برأيه. الآن الإيجاد يعني قررت على أساس إيقاف القصف الجوي، هذا طبعا يعني يتمناه كل مواطن سوداني لأنه الطيران لما تقصف ما تحدد الهدف. طبعا كلنا في أفريقيا عشنا ونعرف يعني تبعات القصف الجوي العشوائي، إيقافها ثم بعد كده لابد أن يكون تكون في قوة تفك الاشتباك بين المتحاربين. الآن طبعا استعدوا أبي أحمد، استعدوا رئيس كينيا، والآن أيضا بالمجمل الإيجاد كله يعني لا يريدون يعني الامتثال له، مع أنه الاتحاد الأفريقي ساهم في حل كثير من المشاكل كما من بدءا من مشاكل والصدد كل هذه الاجتماعات شارك فيها. الآن الإشكالية الموجود كان هناك الجزيرة يعني استضافت بروفيسور في جامعة الإثيوبية في أديس أبابا شرح قال هنالك ما يعني احتمال تأسيس حكومة في المهجر أو حكومة المنفى، يعني هذا الاجتماع هو ممنهج لإضعاف السودان ولضرب السودان ولتفتيته، وهناك مخطط خارجي أنت الآن مقيم في الولايات، هل لمست أن هنالك في مخطط لتقسيم السودان وإعلان حكومة المنفى؟ هل هذا شيء على أرض الواقع موجود إنما هو تهويل إعلام؟ و
يمكن أن نقول هذا تهويل إعلامي والدعاية الكيزانية تبيس هذا لتخويف الشعب السوداني وجعله يعادي كل حلول تأتي من الخارج. وكذلك من الملاحظ أننا نلاحظ أن النظام في الخرطوم الآن يعيش عزلة دولية وعزلة أقليمية، ويكاد كل جيرانه ليس يقفون معه في هذه الحرب بالشواهد والوقائع. ومستشار قائد قوات الدعم السري الأستاذ يوسف عزت زار كل هذه الدول وقدم لهم رؤيتهم وشرح لهم الموقف داخل السودان ومن هو الذي بدأ بالحرب وما هي أجندة الحرب. فمجموعة البرهان الآن أصبحت معزولة، فلذلك تطلق مثل هذه الشائعات ومثل هذا الحديث إنه الرئيس الكيني ضد السودان والرئيس أبي أحمد يسعى لفرض حظر جوي على السودان. والشعب السوداني الآن عانى من القصف الجوي ولا يمانع من الحظر الجوي أصلاً، لأن المواطن تضرر، واليوم تم ضرب عدد من المناطق في ولاية الخرطوم، وأمس تم أيضاً قصف في منطقة دار السلام ومنطقة العميرية في درمان، وكذلك مدرسة الشعبية في الخرطوم بحري. ويومياً تشهد ولاية الخرطوم قصف جوي يصيب المواطنين ويخلف عدد من البطلة والجرحى والتدمير للمنشآت والمباني ومنازل المواطنين. فلذلك أمر الحظر الجوي غير مستبعد. نعم، هناك طبعا الآن الإعلام تحديدا الإعلام الغربي ما نتابعه في وسائل الإعلام الألمانية وغيره، هناك حديث حول حالة حرب أهلية وحشية وفق تصريحات، طبعا هم نسبوا هذا الكلام إلى تصريحات مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اللي هو مارتن جريفيث، أنت موجود الآن في أمريكا، للأشوسيتس بريس، قال هنالك مهدد كبير جدا الشعب السوداني يواجه حرب أهلية وحشية. في ماذا استند عندما قال هذا الكلام؟ هل هناك يعني ما حدث الآن في الشهور الأربعة الأخيرة يعني يؤسس لتتحول هذه الحرب من الجيش بين الجيش والدعم السريع إلى تعم السودان كلها ويشمل كل القبائل السودانية؟ هل هذا يعني على الأرض موجود طبعا أم هي مجرد دعاية وفرقعات إعلامية؟ هو على الواقع لم نشهد ذلك بصورة واضحة، لكن مجموعة الجيش والحركة الإسلامية المساندة لها هذا هو خطها، بعد أن هزمت ميدانيا وعسكريا تريد أن تشعل حرب أهلية، فتقوم الآن بما يسمى بالاستنفار لفتح جبهات وتسليح المواطنين ليزج بهم في الحرب. لكن الشعب السوداني واعي ويعرف ما يخطط له هؤلاء وإلى أين تقود هذه المخططات التي تدعو لتسليح المواطنين وتزج بهم في الحرب الأهلية وتجييش القبائل وكذا. فكل ما فقد الجيش السوداني موقع، لاحظ أن المنطقة التي يخلع منها الجيش تكون منطقة مستقرة وآمنة. لذلك وغير مثال ذلك ولاية قرب دارفور الجنين الآن بعد تحجيم دور القوات المسلحة والمخابرات التي تؤجج الصراعات، الآن الولاية شبه مستقرة. وكذلك بعض الولايات الأخرى تشهد استقرارا تدريجيا الآن، ما في مشاكل وما في صراعات. فالحل اللي هو كل ما تم إزاحة الجيش من بعض المناطق المواطن بشهد استقرار، وهذا ما كنا نشاهده اليوم. رازل قال، أنا تابعت تصريح لأحد القادة لواء سوداني واسمه ينتهي بكرار، لواء الكرار، يعني هذا طبعا قبل يومين تابعنا هذا الكلام المقزز، يقول أن الجيش السوداني عليه أن ينسحب من دارفور وإذا أرادوا أن ينفصلوا فلهم الحق. فهذا طبعا ده يعني ده الناحية. الناحية الثانية هناك دعاية أيضا يقولوا من أركم الناوي وجبريل الآن يعني في تشاد التقوا مع عبد الرحيم دقلو هناك، هذا مؤشر على أساس هذا
هل حيقود السودان إلى كوارث أكبر مما يتوقع الإنسان؟ هذه التصريحات الآن يوميا نتابع فيها. طبعا هناك يعني الآن عندما يطالب أحد القادة يعني هو عسكري لواء يطالب على أساس الجيش السوداني ينسحب ويترك دارفور لغدرها حتى لو انفصلت قال ما عندنا مانع. فهذه التصريحات الغير منضبطة أضيف عليها إضافة بسيطة جدا، الآن شاهدنا قبل يومين أيضا إقحام الإسلام بكل ما يحدث الآن في السودان. أنا تابعت هناك جنود مسلحين بالسيوف وبالكلاشينكوفات ويقول يعني قتلنا 65 شخص من الخوارج ولله الحمد والله أكبر. ده يعني الآن يعني إقحام الدين، نحن قاعدين نتابع كمسلمين وجواء يعني نحن يعني الشعب السودان بالنسبة لنا أقرب الناس إلى الشعب الدول المحيط. ألا تعتقد هذا حيقود إلى 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 كوارث أكبر مما يتوقع السوداني؟ أنت تقصد التسجيل الذي أدلى به العميد معاش صلاح الدين محمد أحمد كرار؟ نعم. وهو الآن مقيم في دولة تركيا وهو من قادة النظام الإنقاذ البائد، فحديثه يعبر عن أمنياتي وعن أمنيات الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها، وهذا أمنية. وهم ويدل أيضا على عجز الحركة الإسلامية عن فرض هيبتها وسلطتها على الولايات. الآن كل الحاميات في الولايات سقطت ما عدا رئاسات الفرق، والآن في ولاية شمال كردفان سقطت كل الحاميات، في ولاية جنوب دارفور سقطت كل الحاميات عدا حاميتين، في ولاية شمال دارفور سقطت كل الحاميات عدا حامية واحدة، وفي ولاية غرب دارفور أيضا سقطت، وولاية وسط دارفور سقطت بأكملها، وكذلك جنوب كردفان تبقى فقط منطقتين والحلو يحاصرها الآن، وكذلك النيل الأزرق هناك معارك حول الكرمك وقيسان. فبالتالي ونتوقع أيضا انفجار الشرق. فبالتالي حديث كرار هذا حديث العاجزين. أنا سمعت التسجيل بتاعه وهو رسله لي شخصيا ذاته، فاستمعت للتسجيل بتاعه. كذلك المؤشرات حول تقسيم السودان وخلافه هذا لا يمكن أن يحدث. بالتالي القوة التي سوف تبسط سيطرتها قادرة على الحفاظ على وحدة السودان. وإشكالية الآن سؤال أستاذ الغالي، في تصريح لمستشار الدعم السريع أستاذ عزت سئل حول الاجتماع المقبل، هذا غانا قبل 3 أسابيع أنه البرهان سيلتقي مع الفريق محمد حمدان دقلو في أدساوة، وإجابته كانت إذا سمحت له قوات الدعم السريع ممكن يطلع. فهل هذا يعني متى صحت هذا الكلام؟ هل الرجل محاصر بحق الحقيقة كما يروج الآن في وسائل البرهان والقيادة، هو ونائبه كلهم يعني محاصرين في منطقة معينة في داخل الخرطوم؟ ماذا صحة هذا الكلام؟ هناك في تساؤلات كثيرة يعني الناس ما وجدنا ردها طبعا في وسائل الإعلام حتى يعني لا هو صحيح البرهان موجود في القيادة لأنه ظهر في فيديو مرتين خاطب بعض الجنود في محيط القيادة العامة، ويقال أنه قاعد في بيدروم تحت أندرجراوند ويطلع ويرجع يخش. وفعلا قوات الدعم السريع مسيطرة على محيط القيادة ومسيطرة على المطار، وكذلك كل مطارات غرب السودان ومطارات وسط السودان، فهو مسيطرة على الشوارع الرئيسية في ولاية الخرطوم، فأمر خروجه صعب. ما تعليقك الآن في تصريح رئيس كينيا عندما قال يعني العالم تحتاج إلى يعني السودان يحتاج إلى قيادة جديدة جدا، وهذا طبعا هم استخدموا هذا التعبير ويقول هذا التدخل في شؤوننا الداخلية، قال لابد من لحل هذه الإشكالية السودان يحتاج إلى قيادة تتدارك يعني المخاطر التي تهدد السودان. فهل هو أنا استمعت إلى خطابه طبعا، هو طبعا يعني في ضمن قرارات يناشدون بإيقاف الحرب وإرسال قوة من قوة شرق أوروبا دولة عددها 7,000 أو 8,000 يريدوا إرسالها
طبعا هذا وصفوه بانه حيكون تدخل اجنبي. طبعا التدخل الاجنبي الان يعني شيء سابق لاوانه، هذا من ناحيه. في الناحيه السؤال القادم، رفضوا اتفاقيه جده اللي هي كانت تقودها المملكه العربيه السعوديه وامريكا، رفضوا الان الايجاد، رفضوا اتفاق يعني وساطه الاتحاد الافريقي. الان يوم الخميس المقبل لبوا دعوه الحكومه المصريه، هناك ايضا دول بما تحت عنوان دول الجوار ستلتقي لبحث نزاع في السودان. فالآن لم أسمع أي تصريح من الدعم السريع أو رد فعل. يعني هل الدعم السريع سيكون مدعو في هذا ما يتم إعداد له في القاهرة؟ سمعنا بالدعوة المصرية في وسائل الإعلام، والكثير من السودانيين ينظرون إلى الحكومة المصرية أنها غير محايدة في الصراع، ويتهمون أنها تساعد الرئيس البرهان في حربه ضد الدعم السريع أو قل ضد الشعب السوداني. فلذلك لم نسمع الأطراف الأخرى المنادية بالحكومة المدنية والمنادية بالتحول الديمقراطي أنها ستشارك في مباحثات القاهرة أو مؤتمر أو سميه ما شئت. وفي ذات في مرة من المرات استمعت إلى حديث للأستاذ ياسر سعيد عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري، يتحدث إنه لو الحكومة المصرية دعتهم حيمشوا مصر في خلال جولتهم الخارجية، فممكن إنه يزوروا مصر ويدوا يطرحوا وجهة نظرهم. فالحكومة المصرية عليها أن تتعامل مع المسألة السودانية بحيادية وتقف مسافة واحدة من كل الأطراف، لأنها دولة جوار مهمة بالنسبة للشعب السوداني، وهي دولة أوت الكثير من المشردين من الشعب السوداني، وهي دولة مهمة للشعب السوداني، والسودان أيضا دولة مهمة لمصر، فبالتالي عليها مراجعة مواقفها. فلذلك السودانيين يستطيعون أن يتعاملوا معها بانفتاح. أما إذا هذا في هذا الموقف الذي تقفه الآن فهي متهمة بالانهياس. أنا سألتك السؤال، طبعاً أنا لا أقصد مجموعة الإطار هذول القيادات الأحزاب والموجودين في أتسابا وقاموا بجولة يعني سيقوموا أيضاً بجولات، إنما طبعاً يعني الإطار هذا موضوع إلى زال. يعني عندما يفتح الحوار من أجل يعني مستقبل السودان السياسي ممكن الواحد يستند إلى، لكن الآن المعركة دائرة، وهذا الذي يرفضه الجيش طبعاً. الدعم السريع لا يريدونه في طاولة المفاوضات لأنهم خلاص يعني طالما هم أدانوها العالم يجب أن يدين الدعم السريع. فأنا سألتك يعني عن احتمال مشاركة الدعم السريع في هذا النداء أو الدعوة المصرية، هل تعتقد هنالك في يعني فرصة ليشارك يعني قوات الدعم السريع تبعت يعني بمندوبها؟ أعتقد إذا وجهت لهم دعوة رسمية سوف يشاركون. نعم، لا أرى ما يمنع ذلك. نعم، إذا نعود قبل أن نختم. أنا طبعا يعني تحدثنا في أكثر من 10 حلقات حول السودان، واستضفنا طبعا الرأي والرأي الآخر. هنالك أيضا من يشيطن الدعم السريع، لكن كقناة محايدة إحنا سمعنا الرأيين طبعا، ولكن من حيث المبدأ الإنسان يفكر كل إنسان له الحق في اختيار ما يريد. السؤال الحديث حول التهميش، أنا أنت تطرقت فيها كده، يعني التهميش هذا طبعا يعود ما بعد الاستقلال. هناك طبعا يعني كل المشاكل كانت بسبب التهميش وسيطرة يعني الخرطوم، هذا كان يشكل يعني السودان كله، ونسوا طبعا أنه هناك في أقاليم كثيرة وقبائل مختلفة. الآن لماذا الآن طبعا ما نقول الحكومة، هؤلاء الذين يحاربون أو يريدون أن ينهوا، أنا ما أعرف المصطلح باللهجة السودانية، الحل في البل. أنا يعني حتى الواحد الصحفيين العرب عندهم مشكلة عشان يترجموا هذا الموضوع، وهذا جينوسايد يعني إبادة حصلت في رواندا، إبادة كل هذا. فالمصطلح هذا طبعا هو في حد ذاته يدين هؤلاء الذين ينادون بالقتل المعم. وأنا في تصريحات بعد القادة العسكريين أسمعهم لابد من إبادته، كلمة الإبادة هذا ليس من الإسلام وليس من أخلاق السودانيين. إذن أنا أفتكر لماذا يتحسسون الآن، أنا لا أريد أتدخل في شأن السوداني، إنما طبعا الإشكالية حلها لا يكمن في اختيار كم وزير من دارفور أو كم من الليل الأزرق والجبال، المشكلة هي لها أبعد من ذلك. كل هذا طبعا التدمير اللي حصل بسبب التهميش، لماذا يتحسسون بعد الأخوة في السودان من طرح
حوار مفتوح حول التهميش وحول المشاكل اللي حصلت في الخمسين السنة الأخيرة. أسرق أنا ذكرت محمد حمدان دقلو، عمره كان تقريبا يعني طالب في الابتدائي وقتها، لكن هذا تعود قبل ميلاد أساسا دقلو. لماذا يتحسسون من فتح الحوار حول التهميش اللي حصل وكل هذا ما حدث من تدمير وحروب؟ يعني تعددت هذه الحروب، ليست لم تبدأ اليوم في الخرطوم. تفضل. معظم شعوب السودان تعيش تهميشا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والتهميش السياسي موجود منذ استغلال السودان حتى الآن. لم يأتي رئيس لجمهورية السودان من المناطق المهمشة، كلهم وكل رؤساء السودان أتوا من إقليم واحد لا يتعدى تعداد سكاني 5% من سكان السودان، وهو مسيطر على المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الأمنية. فلو لاحظنا تركيبة الجيش واللي هي الأس المشكلة الأساسية اللي حصلت، فكانت في ورشة بحضور فولكر وبحضور المجتمع الدولي لهيكلة الجيش وللإصلاح الأمني. فالإصلاح الأمني المقصود هو تغيير تركيبة هيئة الأركان في الجيش ليشارك فيها كل أقاليم السودان المختلفة. فدي هي أسس القضية وسبب رئيسي برضه في الصراع الحاسم اللي حصل ده. فإذا لم يتم إصلاح الأجهزة الأمنية لم ينتهي التهميش، اللي هو التهميش لأن المؤسسة العسكرية هي التي كانت تسيطر على القرارات الأمنية والقرارات السياسية، وهي التي تصدر قرار الحرب وكذا. اسمح لي أستاذ الغازي، أنا عشان أسف على المقاطعة، يعني طبعا أنا سألت سؤال أحد ضيوفي، طبعا هو من المؤيدين للدعم، يعني من تصريحاته طبعا يبدو أنه هو يؤيد طبعا دعم السريع لأسباب، ليس لأنه ينتمي لقبيلة معينة إنما للتهميش. يقول نحن هؤلاء الناس يمثلون الآن. فسألت سؤال الآن طبعا يعني حول هذا، وأعيد هذا السؤال مرة أخرى إليك أنت. سألت قلت له المستشارين الآن للدعم السريع طبعا يجوبون العالم، نتابع تصريحاتهم في القناة، ثم الآن مخصصين وقتهم لمخاطبة الإعلام العربي وأحيانا أيضا لغات مختلفة جدا، لكن نسوا أن هنالك في مؤسسة إعلامية عمرها 40 سنة اللي هي طبعا تابعة للنظام السابق سواء في تركيا، وأموال تصرف في قنوات جديدة أسست. أنا سألت سؤال بكل يعني بساطة، قلت له طبعا ألا تعتقد أن هنالك الدعم السريع كم يعني هي طبعا الآن تدافع وتحارب وحققت انتصارات، هذه لا يعني كل من يتابع الأحداث في السودان بي 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 لكن هناك في ضعف أداء سياسي وإعلامي في الدعم السريع. من أين لماذا يعني هل يعني هذه المؤسسة عمرها 10 سنة طبعا ما في أحد يلومه، يعني الآن بكل بساطة أجرينا ملف باللغة الإيطالية، عندنا مكتب يعني نحن القناة تعمل بعشر لغات، جرينا باللغة المحلية التجرينية اللي يسمعوها في تجراي وفي إريتريا، وجرينا باللغة الإيطالية. عندما سمعوا الإيطاليين سيرة محمد حمدان دقلو وهم ولد 75، هم كانوا محملين بحسب المعلومات اللي عندهم متوفرة في البرلمانات أنه الرجل يعني المفروض يمثل أمام المحكمة الدولية. فالآن البرلمانيين اتصلوا بمكتبنا بمندوبنا، قالوا يريدوا أن يعني هذه المعلومات يريدوا أن يتأكدوا منها وحنجري معهم الأسبوع القادم لقاء. ألا تعتقد هذا يعود لتقصير؟ يعني نحن الآن مركزين في الإعلام العربي وفي الفدائيات العربية، إنما العالم الغربي الذي قاعد يشيطن الآن بسبب المعلومات المتوفرة لديه. هل تعتقد هنالك تقصير إعلامي وسياسي في الدعم السريع؟ أنا أتفق معك، هناك تقصير إعلامي وذلك يعود لعدة أسباب. أولاً وسائل الإعلام في السودان يسيطر عليها النظام البائد حتى الآن، وكل المؤسسات الإعلامية هي ملك لهم، هم المسيطرين عليها، وكذلك مراسلي القنوات وبعض الفضائيات
ليس لديهم مراسلين من مناطق الهامش أو من أبناء الهامش، وهم أوتوماتيكياً معيدين للجيش، فذلك الحيادية غير متوفرة بنسبة كبيرة. ونحن نتابعهم ونتابع حتى صفحاتهم الشخصية، معروف ميولهم للجيش يعني، فالقنوات غير محايدة ولا تنقل. كيف يستطيع تجاوز هذا؟ أنا طبعا سألت عدة يعني فريقين، يعني فريق يعني لا يتفق مع الدعم السريع، طرحت عليهم نفس الأسئلة طبعا، ولكن لا يعترفون، يقولوا هذا يعني فسيل انفسل وخان الأمانة وأصبح يعني يريد تدمير السودان، كل ذلك يعني. لكن الآن أربعة أشهر تدور الحرب، 80% لما نشوف الجوجل الآن تسأل يعني كله سلبي، كله مسلط ضد الدعم السريع. وهنا طبعا أنا بقدر جهود الأخوة اللي نراهم في الفضائيات العربية. اليوم كان يشرح أحد مستشار الدعم السريع يعني في اليوم 4 مقابلة، يعني مرهق، يعني تسلوب على أساس يرد. فلذلك أين الكادر؟ طبعا يعني ما ممكن كلهم يقولوا ناس حرابة فقط كما يقولوا أهلنا في السودان، يعني في مثقفين، هي يعني الناس المهمشين أساساً. واكبت هذا الملف منذ تأسيس حركات الكفاح المسلح في ألمانيا، في أوروبا، كنا نغطي أحداث. أين ذهب هؤلاء الذين يعني إذا أنت طبعاً حياتك كلها مهمش وما ترفع صوتك، هل هنالك في ضغوط على المهاجرين السودانيين أن يرفعوا صوتهم؟ ليس بالضرورة أن يعني يؤيدوا الدعم السريع، إنما يقولوا الحقيقة. هو طبعاً حقيقة في بعض الوسائل غير متاحة وغير متوفرة، وأيضا الدعم السريع أيضا يحتاج مراجعة سياساته الخارجية والإعلامية، ويحتاج أيضا لتدريب كوادري في عدة مجالات، فهناك نوع من التقصير الحقيقة. وليس هناك قيود للناس في الخارج أنهم يتحدثوا كده طالما في قنوات مفتوحة أو متاحة، رغم أنه المتاح قليل و القيود كثيرة بالنسبة للناس في الداخل، لا يستطيعون أن يعبروا عن آرائهم بصراحة، ويكونوا ظلوا متعرضين ومهمشين. والتهميش ده جاء لسياسات إعلامية مرسومة من زمن طويل، لأول مرة في تاريخ السودان يتولى رئاسة إدارة تلفزيون السودان الشخص من غرب السودان، حدثت بعد الثورة، قبل الثورة ما موجود. حتى رؤساء تحرير الصحف كنا من مناطق الهامش نعد أصابع اليد الواحدة، فأنا كنت رئيس تحرير من ولايتي، فقط 3 رؤساء تحرير على طول عمر الدولة السودانية، فهذا نموذج يعني. أنا أستاذ الغالي اشرح لك يعني ما كيف ينظرون جيرانكم، مثلا أبدأ من شعب إريتري، أنا كمواطن إريتري، والإثيوبيين، نحن نخاطب هذه الشعوب. طبعاً إثيوبيا لديها طبعاً سك أكبر عدد، يعني 100 مليون نسمة تقريباً، إريتريا بلد صغيرة. فعندما يعني قدمنا برنامج حول الأحداث في السودان، وجدنا 99% من الذين يتابعون هذه الأحداث يتألمون ويتحسرون، لأن السودان هو بلد مضياف، كل الشعوب اللي يعني بسبب الحروب، بسبب المشاكل اللي واجهتها سواء إريتريين أو إثيوبيين لجوا إلى السودان. فمن القرائب الإريتريين اللي يعملون الآن معنا يعني في قناة القرن الأفريقي، كانوا طبعا يغطوا اجتماعات السودانيين في مدينة اسمها فلوتو هنا في ألمانيا، أيام بعد تأسيس حركة العدل والمساواة وجبريل، وكل هؤلاء الناس كانوا يجتمعوا. فعندما السودانيين يتحدثون فيما بينهم في الشؤون السياسية، تشوفهم يعني طبعاً في تحصل مشكلة، ترتفع الأصوات. فالإريتريين كانوا يفتكروا هؤلاء الناس سيتقاتلوا بعد، يعني كانوا خايفين. بعدها لما يطلعوا يسلموا في بعد بنفس الطريقة السودانية، فيقولوا هذه الأخلاق لا تتوفر إلا عند السودانيين، يفصلوا بين الخلاف السياسي. لكن الآن يا أستاذ الغالي، هذا الذين الآن يحفزون للسودان كل هذا التاريخ، وهم طبعاً قدوة للشعوب، كل مشاكل العالم العربي كانت تحل في الخرطوم عاصمة اللاءات الثلاثة، ماذا الذي يحدث الآن الدكتور؟ كيف أنت كسوداني وعايش الآن في المهجر، كيف تنظر إلى ذلك؟ لأن الشعوب المجاورة لكم
يعني يقول السودانيين هم أساتذتنا. أين ذهبوا هؤلاء العقلاء الذين كانوا يحلوا مشاكل العالم العربي والإسلام؟ أولاً التحية للشعب الأريتري والشعب الأثيوبي، ونحن كسودانيين نقدر لأريتريا وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في قضاياه العادلة وفي دعمهم منذ تأسيس التجمع، مروراً بحركات دارفور، مروراً بالمواقف الدولية الداعمة للشعب السوداني. وكذلك نقدر للرئيس أبي أحمد وقوفه إلى قضايا السودان وسعيه الدؤوب للحل السلمي، وهو وصل بنفسه عندما كان الخلاف بين القوى السياسية وشارك في حل ذلك، فله تحية وتقدير، وكذلك لمواقفه الآن في الاتحاد الأفريقي. فنحن نحترم ونقدر دول الجوار، وهم جزء مننا، ونحن نحس أنهم شعب واقف إلى جانبنا، ونحن لا نحس أنهم فرق مننا أيضا. فعقلاء السودان الآن يتحركون، لكن هناك جهات لا تريد لهم دور وتقوم بإقصائهم وتفرض أجندات مستوردة وأجندات ضد الشعب السوداني. وكذا هم الحركة الإسلامية دائما هي حركة إقصائية لا تؤمن بمشاركة الآخر، وهي التي تدير الحرب وتدير التحركات. فلذلك أخلاقهم ليس أخلاق السودانيين، وهم الذين غيروا سلوك الشعب السوداني وغيروا فرضوا أساليب جديدة أثرت في الشعب. سأعطيك أنا الفرصة دكتور أستاذ القالي قبل أن نختم هذه الحلقة. طبعا جرت العادة على أساس نعطي ضيفنا الفرصة ليوجه يعني ما يريد، وفي الظروف الحالية طبعا تحدثنا ما فيه الكفاية حول الحاضر. كيف تقرأ المستقبل في ظل يعني الناس بتخشى الآن؟ هناك من يتحدث عن البند السابع، هناك من يتحدث عن تفكك السودان، هناك في آراء كثيرة جدا. أنت كمتابع كمواطن سوداني واكبت كل ما حدث في السودان، ليس اليوم قبلها أيضا في عهد الإنقاذ تعايشت معه أيضا، كيف تقرأ المستقبل أستاذ القاضي؟ ونحن نتفائل بمستقبل واعد للسودان، ونتفائل أن السودان ده حيحصل في تحول ديمقراطي وسلمي ومدني، وتأتي حكومة مدنية، وإن شاء الله سيذهب إلى الانتخابات، والشعب السوداني سينتخب من يمثله، وتنتهي كل مظاهر الظلم ومظاهر الدكتاتورية والفساد، وسيكون في سودان جديد يتساوى فيه الجميع. سودان لا مكان فيه للإقصائيين، ولا مكان فيه للذين يعيشون على أوهام التاريخ. نعم، أنا أشكرك أستاذ الغالي شقيفات. الآن طبعا حعطيك فرصة أخيرة لتوجه نداء، ماذا تقول لأهلنا الآن في السودان في هذه الظروف بالذات؟ الناس الآن تتحدث عن السياسة، هناك معاناة، هناك تهجير، هناك طبعا الآن يعني من يعني الناس تتحدث أن السودانيين ما بين يعني المناطق الحدودية، من ذهب منهم إلى مصر، من ذهب منهم إلى دول الجوار. فما ما هي كلمتك الآن لأهلنا في السودان حتى قبل أن نختم الحلقة؟ سأعطيك الفرصة تتحدث لأهلنا في السودان. أنا قبل الحديث عن أهلنا في السودان، أناشد زعماء الحركة الإسلامية أو الفلول للكف عن قتل الشعب السوداني، والكف عن فرض أجندة الحروب على الشعب السوداني، وأن يرفعوا يدهم عن الجيش وعن القوات المسلحة، وأن يتركوا الشعب السوداني وشأنه. أناشد الشعب السوداني أن يفوت الفرصة على دعاة الحرب ودعاة الفتنة، وأن يعي أن هناك جهات تريده أن يقتتل ويتحول تعيشه السلمي إلى حرب أهلية، وإلى تهجيره وإبعاده عن الحياة السياسية والحياة الاجتماعية. فندعوهم للانتباه إلى هذه المخططات التي تحاق ضدهم يوما بعد آخر، وكذلك ندعو القوات الدعم السري والقوات الأخرى المقاتلة أن تضبط الأمن وتضبط التفلتات، وكذلك تسعى لفرض التعايش السلمي والاجتماعي بين المكونات السودانية. ودعوتنا كذلك لكل الزعماء وكل القيادات السياسية أن يكون هدفهم أمن الوطن
وأن الوطن فوق الأجندات السياسية، وأن الأرض أطول عمرا من الشعوب. وشكرا لك. مرحبا أستاذ. أنا نسيت سؤال أخير، اللي هو طبعا فرص التنسيق بين الإعلاميين بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية، لأنه طبعا السودان يعني في كل لقاءاتنا طبعا أجريناها مع مختلف الأحزاب السودانية من داخل الخرطوم أيضا، أنا كنت أقول بنحسد زملائنا يعني الإعلاميين في السودان، رغم الكبت اللي كان موجود ورغم القضايا اللي كانت يواجهوها الإعلاميين، لما زلوا داخل الأرض وأنت واحد منهم طبعا تكتبوا وتنتقدوا في داخل الخرطوم. هذا ما لم يتوفر أيضا في دول الجوار السودان. فهذه الحرية الآن طبعا المفروض الإعلاميين، أنا كسؤال أطرح أخير عليك، هل هنالك فرص؟ أنا أسمع طبعا في تناقضات في تصريحاتهم، وللأسف لا أريد أن أسميهم بأسمائهم. قبل فترة أحدهم كان يقول، سئل سؤال من قبل قناة الحدث، يقول هذا الحرب الدائرية حرب قبلية، يعني طبعا وحميدتي معتمد على قبائل معينة جدا ويأجج. فرد رد يعني صريح جدا، وأنا عجبته وسجلنا هذا التصريح بتاعه ونشرناه أيضا. يقول إذا سئلت، أنا كصحفي إعلامي وليس قال بمعلومات مغلوطة، إنما من خلال متابعة دقيقة، هذا يعني أكثر سوداني قومي، يعني ما يفكر بعقلية الحميدة. بعدها بأسبوعين مشى في مصر وغير هذا الكلام، يعني قال عكس ما قاله. نفس البرهان قال شيئا، وعبد الرحيم دقلوا غاب على يمينه ويقول الله أكبر، ويقول يعني يمدح الدعم السريع، بعد أسبوعين قالوا دول خوارج. إذن أنتم كإعلاميين، أنا خاطبك الآن كزميل إعلامي، ألا تستطيعوا الآن بصرف بعيدا عن السياسة بعيدا عن التحزب، أنه الإعلاميين أنت يعني غدوة، الإعلام في السودان له باع طويل جدا التغيير اللي حصل، هل هنالك فرص أنه الإعلاميين السودانيين يلتقوا، ونحن نكون يعني من خلفهم ندعم هذه الفكرة، يلتقوا ويطرح أفكار بعيدا عن السياسيين وبعيدا عن الأحزاب، هل هذه الفرصة متوفرة إلى الآن؟ نعم، الفرص متوفرة أن يلتقي السودانيين في الحد الأدنى، ولكن الصحفي الزميل الذي تحدثت عنه وتابعت عن حديثه من قبل، وهو بعد أن هاجر إلى دولة أخرى لها مواقف مؤيدة للجيش، وهو غير حديثه عندما ذهب إلى تلك الدولة. والرجل أنا أتابع حديثه، وبيني وبين مكتبه 100 متر فقط عندما كنا في الخرطوم، فأتابع ما يكتب، والآن نعذره لأنه في دولة تفرض أجندتها في ذلك، وهناك ليس هناك حرية وليس هناك رأي للإقامة المحل ما هو قاعد ده، لو ضريبته ولو قيوده ولو حاجاته، ده حديث مفروض. نعم، شاكر لك أستاذ الغالي شقيفات اليوم، أنا الحقيقة سعيد أن ألتقي بك، والحقيقة طبعا عشان نشير للمشاهدين أيضا، نحن استضفنا عدد كبير من الذين لا يتفقون مع الدعم السريع، نحن طبعا بنحترم الرأي والرأي الآخر أيضا، وللأسف لكن هنالك من يهول، يعني نحن طبعا في الفترة الأخيرة عبد المنعم والربيع، أنا استضفت كثير من الناس اللي لهم مواقف طبعا قريبة من الدعم السريع، وأحدهم كتب تعليق في اللقاء اللي سويته، ربط بين اسمي، أنا اسمي عبد القادر حمدان إريتري المولد والمكان، ومحمد حمدان دقل، وقال هذا من نجر برضو منهم. فلذلك الناس بتهول، فنحن يعني عانينا الظلم، إريتريا كانت مستعمرة لـ30 سنة، ونحن من الجيل الذي حاربنا لتحرير بلدنا طبعا، فلذلك كل أنا سواء في السودان أو غير السودان بنحس بها من هذا الموقف. أنا أساند، ويعرف الأخوة من دارفور من كل يعني السودان، وقفنا وقفة لا رجع فيها أبدا مع المهمشين ودعمهم وإيصال صوتهم أيضا، لأن الحركات دي لما تأسست كانت الوحيدة اللي بتتابع أحداثهم هي قناة القرن الأفريقي. فأنا سعيد. أنا كنت في 2005 و2006 2004 كنت بتابع قناة القرن الأفريقي، لكن حقيقة فقدتها بعد فترة، يعني
لا نحن في السودان، حنا في جنوب السودان عندنا الآن يعني حتى يحسب ان شاء الله هكون أنت انا الان. أنا سعيد أيضا بمتابعتك. على الأقل أنا يعني سألت أيضا ضيوفي لو نستطيع أن ننظم هؤلاء الذين ينتقدون الدعم السريع عشان نجيب واحد اللي يقرأ الحقائق مثلك أنت ونجمعهم مع بعض. هذا طبعا الرأي والرأي الآخر، عشان بعده كثيرين من أهلنا في السودان تلاوموا معانا بالذات يقولوا أنتم تهاجموا الإسلاميين. بالعكس يعني طبعا تابعنا، أنا أجريت اللقاء مع كل القادة السودانيين الله يرحم الترابي والصادق المهدي كلهم هؤلاء أجرينا علي شمو، كل هؤلاء نحن طبعا في السودان أجرينا معهم لقاءات. لا نحن همنا يعني السودان عشان يكون موحد ويعيش في أمن وسلام، هذه هي أمنيتنا في قناة القرن الأفريقي. وأنا أرحبك مرة ثانية في هذا وسيكون لنا إن شاء الله لقاءات. وقناة القرن الأفريقي تأسست عام 1989، والحقيقة طبعا يعني كله يعني صحفيين وكتاب قناة القرن الأفريقي هم طبعا يشكلون مجلس إدارة. من المؤسسين كان الله يرحمه حسن عبد الوهاب، من أحد المؤسسين لهذه الوكالة، توفى في السودان قبل كم سنة. السفير الصومالي السابق من جيبوتي أحمد سمنتر، الآن طبعا معنا عبد الله الشريف من جزيرة أبا، كل هؤلاء الذين أسسوا هذه الوكالة همهم يكون في أمن وسلام في القرن الأفريقي. هذه سياستنا. والآن طبعا كل 4 سنة حسب الدستور تحال الرئاسة لبلد من دول القرن الأفريقي، وهذه المرة يعني انتخبنا أيضا سوداني الدكتور أبو القاسم الحسن مقيم في أبو ظبي، هو يرأس الآن مجلس إدارة هذه القناة، ليس تحيزا لجهة معينة وكذا، لكن طبعا بالترتيب كان قبله مواطن سوداني من أصول سومالية يرأس مجلس الإدارة الآن. يعني نظرا لهذه الظروف طبعا احنا اخترنا السودان، كان المفروض يكون قبل جيبوتي او اي منطقة، لكن اتفقوا الأخوة قالوا نحن في هذا الوقت الصعب علينا ان نؤازر اهلنا في السودان، واحيلت هذه الرئاسة لمواطن سودان. وانت مرحب بك تكون يعني متابع وتدلو بدلوك ايضا في هذه القناة، هي مفتوحة للجميع، ولكن همنا الأكبر الآن هو أن يعم السلام والأمن في السودان. تحياتي لك، إذا لك كلمة أخيرة ونحن طبعا حنختم هذه الحلقة إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرام، ولك التحية ولك الود وإلى الأمام. شكرا مشاهدينا الأكارم، بهذا تنتهي حلقة هذا اليوم. ضيفنا كان الأستاذ الغالي شقيفات من الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى نلقاكم في برامج أخرى نستودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.